السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. 19 رمضان یہ دعائیں لازمی پڑھیں. میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو ایسی دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو بھی ان دعاؤں کو پڑھے گا اللہ اس سے خوش راضی ہوگا. اللہ سے وہ جو چاہیں گے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے. لہذا ان دعاؤں کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کیجئے. وہ دعائیں اس طرح ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم فاطر السماوات والأرض والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله العظيم وبحمده. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن
الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا أرسل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أو تأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجا من الله إلا إليه. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. حسبي الله ونعم الوكيل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو،
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعينة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبروا تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.